مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، الساحة الأمثل لمشاركة معكم أفضل اللحظات والتجارب. نحن فريق متحمس لمشاركة المعلومات. تتميز قناتنا بالجودة العالية للفيديوهات، ونضمن لكم أن يتم تقديمها بأحدث التقنيات والإبداع. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. بهذا الفيديو رح نشوف كيف بنعمل ترجمة للفيديوهات من أي لغة لأي لغة تانية مع إضافة الترجمة على الفيديو، يعني رح يكون الكلام مكتوب على الفيديو. أنا كثير بحثت وما لقيت حدا بيتكلم عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع كنت محتاجه كثير من فترة، والحمد لله قدرت أوصل لطريقة جيدة جدا، والأهم إنها مجانية تماما. في كثير مواقع بتوفر هاي الخدمة، بس بتكون مدفوعة وبأسعار عالية نسبيا. خلينا ندخل بالموضوع على طول. بالبداية بدي أعطيك فكرة عن الخطوات يلي رح نعملها، لأنه في كتير ناس ما بتعرف هاي التفاصيل. بهاي الصورة أنا قسمت الخطوات يلي رح نعملها بهذا الفيديو. أول خطوة، رح نفرض أنه معنا فيديو باللغة العربية وبدنا نترجمه للغة الإنجليزية. فأول خطوة رح نعملها، رح نحول الفيديو لنص مكتوب، يعني رح نعمل تفريغ صوتي، وهذا النص يلي أخذناه بيتحفظ بملف صيغته أو امتداده SRT. هلأ بتاني خطوة رح نترجم اللغة من العربي للإنجليزي، يعني رح نحول ملف SRT العربي لملف إنجليزي. طبعا هذا كمثال مثل ما قلت لك، من عربي لإنجليزي أو أي لغة لأي لغة. هلأ بتالت خطوة رح نضيف الملف اللي هو SRT المترجم للفيديو، وهي كانت أكتر خطوة أخذت مني وقت، والحمد لله لقيت موقع جيد. خلينا نبتدي بالخطوات العملية. لحتى نعمل تفريغ صوتي رح نستخدم موقع كليبتشامب، وهذا برنامج مونتاج ممتاز جدا، ممكن نحكي عنه بعدين. اعمل تسجيل دخول، انا عامل تسجيل دخول بالايميل، وبعدين دوس هون على كرييت نيو فيديو، ومن هون بعمل امبورت ميديا. انا عملت هذا الفيديو كتجربة، رح نضيفه هون، سحبته من هون حطيته هون. بعدين بيجي على اول اختيار، وبعدين بقول له تشغيل. هون بيقول لي حدد اللغة يلي الفيديو عم يحكيها، فأنا رح اختار اللغة العربية. الفيديو معمول باللغة العربية الفصحى، بس أنا رح اختار العربية المصرية. بعدين دوس تشغيل. هلأ هو عم يعمل تفريغ صوتي، هلأ هو خلص، وهذا النص يلي موجود بالفيديو. من هون بعمل تحميل للملف على صيغة SRT. تاني خطوة رح نترجم الملف SRT يلي نزلناه من شوي عن طريق هذا الموقع. من هون هي أول خطوة بيقلك ارفع لي الملف، اترفع الملف، بدوس على نيكست. بتاني خطوة بيقلك حدد اللغة النهائية يلي انت رح تترجم الملف لإلها، يعني بحالتنا نحن رح نترجم الملف من اللغة العربية للغة الإنجليزية، فرح اختار هون الإنجليزي. بعدين بدوس على ترانسليت، الملف صار جاهز. هون بيقلك لو عندك تعديل دوس على أكسبت، لو ما عندك أي تعديل وجاهز للتحميل دوس على كنسل، فرح دوس هون. نقلني لثالث خطوة، بدوس على داونلود وبدوس هون. هلأ الملف بينزل عندي مضغوط، رح فك الضغط وطالع منه ملف SRT. بتالت خطوة رح نرفع الملف يلي ترجمناه على الفيديو. لحتى نعمل هذا الموضوع رح نستخدم هذا الموقع، ومن هون بختار الفيديو، بستنى شوي لحتى يحمل الفيديو. هلأ هون بيقول لي بدك تضيف الترجمة بشكل يدوي ولا معك ملف SRT، فطبعا نحن معانا الملف فرح نرفعه من هون. خلال ثواني فورا طالع لي الترجمة، ومن هون بقدر أجرب الفيديو. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، الساحة الأمثل لمشاركة معكم أفضل اللحظات والتجارب. نحن فريق متحمس لمشاركة المعلومات. تتميز قناتنا بالجودة العالية للفيديوهات، ونضمن شايف النتيجة؟ هلأ هون شو صار؟ هون هو الملف المترجم اترفع، فلو عندك وهي الكلمات يلي هو بيحتويها هذا الملف، فهون انت لو شايف انه في كلمات بدها تعديل، فبكل بساطة بتجي لهون بتحذف او بتزيد اي كلمة بدك اياها. هلأ لحتى نحمل الفيديو وعليه الكلام، رح نختار اول شيء صيغة الملف اللي بدنا اياه، رح نختار MP4 وبنعمل export من هون. هلأ هاي المرحلة بتاخد وقت طويل نسبيا، وطبعا على حسب الفيديو يلي انت رافعه. هلا بعد ما خلص بعمل داونلود من هون. خلونا نشوف النتيجة النهائية. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب،
الساحة الأمثل لمشاركة معكم أفضل اللحظات والتجارب. نحن فريق متحمس لمشاركة المعلومات. تتميز قناتنا بالجودة العالية للفيديوهات. بس هيك، هذا كان فيديو اليوم، بتمنى أنك تكون استفدت. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك واشتراك، وشكرا. السلام عليكم.